السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مادة الأخلاق والقيم الإنسانية في الجامعة الأردنية. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نتعرف على كيفية حل الواجبات التفاعلية على منصة الإيليرنينج. بالبداية، هذا هو الموقع الإلكتروني لمنصة الإيليرنينج. بكل بساطة ممكن أن نكتب على بحث جوجل إيليرنينج، تمام، نحط e-learning GU ونبحث انتر. اول ويب سايت يطلع لنا اياه The University of Jordan e-learning portal. نضغط اول موقع. الان نأتي للدخول الى المنصة. الدخول الى المنصة يكون باستخدام اليوزر نيم والباسورد الخاصين بموقع التسجيل، موقع تسجيل الجامعة الأردنية. اذا بنلاحظ هذا موقع التسجيل الخاص في الجامعة، اللي هو نستخدم نفس اسم المستخدم ونفس كلمة السر. الآن ندخل إلى منصة الإيليرنينج، ننتظر لحظات. الآن عندما تفتح لنا صفحة أو شاشة منصة الإيليرنينج، نلاحظ في البداية أنه يظهر لنا اسمنا الرباعي بالإضافة إلى الرقم الجامعي. الآن سوف ننزل إلى تحت ونضغط على مادة اللي هو Ethical and Human Values، اللي هي جميع الشعب. طبعا تكون محطوط ايش؟ مكتب تنسيق متطلبات الجامعة الأردنية. نضغط على هذه الأيقونة حتى تفتح لنا صفحة المادة. الآن عندما تفتح لنا صفحة المادة، نلاحظ أول شيء هذه الرسالة الترحيبية من أعضاء الهيئة التدريسية، أو من اللي هي بحكينا نرحب بكم في العام الدراسي 2023-2024 في هذه الصفحة المخصصة لمساق الأخلاق والقيم الإنسانية. في البداية نرى هنا وصف أو الخطة الدراسية للمادة والتي يشرح بها جميع جزيئيات المادة. ثم الآن ننتقل إلى الوحدة الأولى، الأطر العامة. في هذه الوحدة الأولى نلاحظ في البداية أنا يوجد عندي واجب تفاعلي اللي هو خطة مساق الفصل الأول. بعدين يأتي عندي ملف الوحدة الأولى الأطر العامة، هو عبارة عن ملف PDF إنه تستطيع أن تقرأه أونلاين PDF باستخدام الأيباد، أو تستطيع أيضا طباعته ورق وتقرأه ورقيا. أيضا يوجد ملف آخر الذي هو مدونات سلوك الطالب. الآن سوف نباشر بحل الواجب التفاعلي خطة مساق الفصل الدراسي الأول. الآن بعدما ضغطنا على هذا المساق، أعطاني خطة المساق معلومات عامة، نحط Start the course. الآن يحكي لي أنه تعقد المحاضرات داخل النظام، على النظام الوجاهي داخل الحرم الجامعي يوم، طبعا إحنا يوم الخميس. يكون تعلم غير متزامن يوم الأحد والثلاثاء. طبعا هذا الكلام يطبق حسب الشعبة الخاصة بك، تمام؟ فأنا شعبتي محاضراتها الوجاهية يوم الخميس، إذا يكون تعلم غير متزامن يوم الأحد والثلاثاء. نضغط على Proceed. الآن يقول لي إنه لا يوجد امتحان منتصف فصل. المنصة المعتمدة للبرنامج للمساق هي e-learning.gu.edu.jo الموديل أو المنصة. التالي يكون تعلم غير متزامن من خلال الفيديوهات التفاعلية وقراءات المساق فقط، يعني لا يوجد محاضرة أونلاين على منصة التيمز يومي الأحد والثلاثاء أو الاثنين أو الأربعاء حسب الشعبة الخاصة بك. لا يوجد صفحة على برنامج التيمز، تمام؟ وأيضا اللي هي شكرا لتعاونكم وخلاص. أنا هيك بكون اللي هو حضرت أو عملت واجب الكورس هذا. الآن خلينا نطلع من هذا الكورس، تمام؟ نرجع للخلف. هذا بالنسبة للواجب التفاعلي الأول. الآن نيجي على الواجب التفاعلي جلالة الملك الحسين رحمه الله الجامعة الأردنية. نضغط على هذا الواجب حتى نرى كيف أعمل أنا سبميت للأنسر، تمام؟ في البداية يطلب مني أن أقوم بمشاهدة هذا الفيديو، تمام؟
ونستمع إليه جيدا لأن الإجابات تكون من الفيديو الموجود على هذه المنصة، لذلك فلنشاهد الفيديو معا وننتقل إلى الإجابات. هذه هي الإجابة التي أنا أراها مناسبة أو التي استمعت إليها في الفيديو. الآن بعد أن أختار الإجابة أكبس على أو أختار أو أضغط على زر check. تمام، هنا أعطاني أن إجابتي صحيحة. تمام، الآن سوف أقوم باستكمال الفيديو، فلنكمله سوا، فلنكمله معا. تمام، الآن فلنلاحظ أن خلال الفيديو يوجد ألاحظ عند استخدام جهاز الكمبيوتر أو الحاسوب المحمول اللابتوب وجود دوائر بيضاء فارغة. الدائرة البيضاء الفارغة تدل على أن السؤال لم يجاوب أو لم يتم الإجابة عليه، والدائرة البيضاء الممتلئة يدل على أن السؤال قد تم الإجابة عنه، بالإضافة إلى أن هذه الإجابة قد حفظت. الآن أوكي، فلنكمل الفيديو. بالإضافة بالإضافة إلى أنه لا يمكن تقديم أو ترجيع الفيديو. تمام، الآن عند الدائرة البيضاء الفارغة عندما وصل لها الفيديو ظهر لي السؤال. التغيير ليس بسحر وسيكون بالشكل الأروع بيد الشباب. الآن أنا سوف أختار الإجابة التي أنا أراها صحيحة وفلنكمل الفيديو سوية. الآن بعد أن قمت باختيار الإجابة لقد أظهر لي أن إجابتي صحيحة، وظهر لي الدائرة التي يوجد بداخلها الدائرة الزرقاء التي بداخلها مثلث أبيض لإكمال الفيديو. سأضغط عليها ونكمل الفيديو سوية. الآن وصل الفيديو إلى الدائرة البيضاء التي نراها هنا وظهر لنا السؤال. نقرأ نص السؤال. تمام، ونجيب عليه. الآن بعد أن قرأت نص السؤال سوف أقوم باختيار الإجابة التي أنا أراها صحيحة أو التي هي صحيحة. بعد أن أختار وأضغط على هذه الإجابة أضغط هنا على كلمة check، وبالتالي أعطاني أن إجابتي صحيحة، وأضغط على continue ويكمل الفيديو. والآن سوف نكمل الفيديو حتى النهاية. هنا أعطاني أنني أنهيت هذا الفيديو وأنا أجبت أنه you have answered the three questions. Click below to submit your answer. أنا جاوبت 3 أسئلة، الآن لازم أضغط submit عشان يحفظ لي هاي الإجابات. إذا ما ضغطت submit نهائية لن يقوم بحفظ الإجابات، يجب أن أضغط على هذه submit الخضراء في submit answer. الآن سوف أضغط عليها. الآن لقد ظهرت لي هذه الرسالة your answer have been submitted، يعني إجاباتي قد تم حفظها. الآن نخرج من الفيديو فلنتابع بقية الفيديو كيف يمكنني الإجابة أو استخدام جهاز الآيباد في حل هذه الواجبات التفاعلية. الآن أعزائي طلاب مادة الأخلاق والقيم الإنسانية سنقوم بحل الواجب التفاعلي باستخدام جهاز الآيباد أو التابلت. سوف أقوم بحل الواجب التفاعلي باستخدام برنامج كروم، جوجل كروم. سوف أقوم بالضغط على هذا البرنامج. الآن بعد أن أقوم بالدخول إلى هذا البرنامج أقوم بالبحث عن منصة e-learning.go.edu.jo، فأقوم بالدخول على الموقع الأول. الآن بعد أن أقوم بالدخول إلى الموقع أضغط على الثلاثة النقاط التي هي على يمين الصفحة أو يسارها حسب لغة الجهاز، وأقوم باختيار Request Desktop Site أو اللي هو
طلب موقع سطح المكتب، طلب موقع سطح المكتب أو request desktop site. الآن أقوم باختيارها، والآن يقوم بتحميل خلينا نحكي يقوم بتحميل صفحة الموقع. الآن سوف يظهر لي هنا اسمي بالإضافة إلى رقمي الجامعي، وأقوم بالنزول إلى المقررات وأختار Ethic and Human Value جميع الشعب. الآن بعد أن أقوم باختيارها أن أريد النزول إلى الواجب التفاعلي الثاني اللي هو رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني للشباب الأردني الجامعة الأردنية، وأقوم بفتح هذا الواجب. أنتظر الواجب حتى يقوم بتحميل الفيديو عندي. تمام، الآن أنا ألاحظ أنه يوجد عندي فيديو، مدة هذا الفيديو 4 دقائق و21 ثانية. يحتوي هذا الفيديو على 3 أسئلة، السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث. فلنبدأ بالفيديو ونجيب على هذه الأسئلة معا. الآن سوف يظهر لي الواجب أو السؤال الخاص بالفيديو، وهذا وأقرأ نص السؤال وأجيب الإجابة التي أنا أراها صحيحة حسب ما تم ذكره بالفيديو. الآن سوف أقوم باختيار الإجابة التي أنا أراها صحيحة. بعد أن أقوم باختيار الإجابة أضغط على زر تشيك. الآن أعطاني أن إجابتي صحيحة، والآن فلنكمل الفيديو من خلال هذا الزر. الآن ظهر لنا هذا السؤال، ذكر أقرأ السؤال. ألاحظ أن هنا إجابة السؤال هي عبارة عن أعطاني مربع. عندما أرى المربع أعرف أن للسؤال أكثر من إجابة، تمام؟ ولذلك يجب علي أن أختار الإجابات الصحيحة كاملة التي أنا أراها صحيحة والتي تم ذكرها في الفيديو. الآن سوف أقوم بالإجابة على هذا السؤال حسب ما أراه صحيحا، وأضغط على check للإجابة عن هذا السؤال. الآن بعد أن ضغطت على check أعطاني أن إجاباتي صحيحة. أنا الجواب هو عبارة عن 3 إجابات من 3، وبالتالي أعطاني أن إجاباتي صحيحة، وأضغط إكمال. الآن ظهر لي السؤال الأخير، والآن سوف أقوم بقراءة هذا السؤال وأجيب الإجابة التي أنا أراها صحيحة أو التي هي صحيحة. سوف بعد أن أجيب على هذا السؤال أختار check، والآن أحط أو أختار اللي هو continue أو الدائرة الزرقاء بداخلها مثلث أبيض، أضغط عليها ويكمل الفيديو. الآن أعطاني أنه تم حفظ 3 إجابات. الآن بعد أن أنهيت أعطاني 3 questions answered. You have answered 3 questions. Click below to submit your answer. أضغط على submit answer الخضراء، وأعطاني أن تم إجابة 3 أسئلة. بعد أن أضغط submit أعطاني your answer have been submitted، يعني أنا هيك جاوبت على الأسئلة. الآن بعدها أستطيع أن أخرج من الفيديو. الآن فلنكمل الفيديو. والآن أعزائي الطلبة فلنكمل هذا الفيديو عن طريق حل الواجب باستخدام جهاز الجوال. وهنا عندما أريد أن أستخدم جهاز الهاتف الخلوي أو الهاتف المحمول أو الهاتف الذكي، يجب أن أنتبه جيدا على هذه الخطوات. بالبداية سوف أستخدم متصفح جوجل كروم. بعد أن أقوم بالدخول إلى متصفح جوجل كروم، أقوم كالعادة بالدخول إلى منصة الإيليرنينج الرسمية الخاصة بالجامعة الأردنية. الآن بعد أن أقوم بالدخول إلى منصة الإيليرنينج، أقوم باختيار 3 نقاط التي على الجانب على اليمين، وأقوم بتفعيل إصدار الموقع الإلكتروني اللي هو إصدار سطح المكتب. تمام، بعد أن أقوم بتفعيله أقوم بتسجيل الدخول على منصة الإيليرنينج باستخدام اليوزر نيم والباسورد الخاصة بي. الآن أنتظر حتى أقوم بتسجيل الدخول. الآن أختار صفحة المادة Ethics and Human Value. الآن سأقوم باختيار الواجب الخاص بالطلبة المغتربون للجامعة الأردنية. الآن أنتظر حتى يقوم بتحميل الفيديو لي.
الآن عندما يقوم بتحميل الفيديو فلأبدأ الفيديو. ألاحظ هنا أو فلنشاهد الفيديو سوية. ظهر لي هنا موقع أو ويب سايت لماذا الأردنية يرجى الاطلاع. لو ضغطنا على هذا اللينك أنتظر فليحمله. هذا اللينك يقوم لي بإخباري لماذا نقوم يعني هو عبارة عن مقالة تخص لماذا نختار الجامعة الأردنية. فلنرجع إلى الصفحة السابقة وفلنكمل الفيديو. نستطيع أن نرى هذا الموقع أو لا نستطيع أن نراه، كل حسب رأيه أو حسب حاجته. فلنكمل الفيديو. أستطيع أن أكبر الفيديو وأراه على ملء الشاشة. فلنرى الفيديو. الآن فلأقوم بالضغط على السؤال. تمام، هذا السؤال يقول ما هو ترتيب الجامعات الأردنية؟ أقوم باختيار ترتيبها حسب تصنيف الـ QS لعام 2020-2021 حسب الإجابة الصحيحة. بعد أن أختار الإجابة الصحيحة يظهر لي هنا على الأسفل المثلث الذي يدل على التالي. أقوم بالضغط على التالي. الآن سأقوم باختيار الجواب المناسب وأضغط على التالي. الآن أيضا أقوم باختيار السؤال الإجابة الصحيحة وأضغط على التالي. الآن أعطاني 3 من 3 أي إن إجابتي صحيحة، الثلاث إجابات صحيحة، فأضغط على continue. الآن أنتظر حتى ينتهي الفيديو وأعطاني أنه تم الإجابة عن السؤال. أنتظر حتى ينتهي الفيديو. الآن بعد أن انتهى الفيديو أعطاني 1 questions answered. You have submit 1 question. Click below to submit your answer. أضغط على هذا، على هذه الزر الأخضر. والآن أعطاني this message. Your answer have been submitted. وأنا هكذا أكون أجبت وقمت بحل الواجب التفاعلي باستخدام جهاز الهاتف الخلوي. أوكي. الآن إذا قمت باختيار الواجب الأول وضغطت على معاينة محاولاتي أعطاني أنه أعطاني اللي هو المحاولات وأعطاني التقرير الخاص فيه، يعني أنه تمت الإجابة عن السؤال الأول. تمام، فلأرجع فأقوم أيضا بالتأكد من السؤال الثاني وأضغط على معاينة محاولات التي فوق الفيديو ويعطيني أنه تمت معاينة محاولاتي أو أنني أجبت على هذا أو يعطيني كل المحاولات ويعطيني اللي هو الدرجة وأعلى درجة للمستخدم. يعني هنالك بعض الواجبات التي أستطيع أن أكررها أكثر من مرة وأحاول إجابتها أكثر من مرة وأتأكد من ذلك من خلال معاينة محاولاتي، فيعطيني أنه أستطعت أن أجيب عن هذا السؤال وتم حفظ إجاباتي. إذا ألاحظ أن الثلاث طرق فعالة في حل الواجب إن كانت باستخدام جهاز الكمبيوتر الكمبيوتر الثابت اللي هو PC أو المحمول اللابتوب، وأيضا باستخدام جهاز الآيباد أو التابلت أو باستخدام الهاتف الخلوي أو الهاتف الذكي سمارت فون، ولكن يجب أن أقوم باستخدامه بالطريقة الصحيحة حتى أستطيع الحصول على الدرجة المضمونة والتأكد من الضغط على كبسة Submit Answer في نهاية الفيديو. فإذا لم أقم بالضغط على هذا الزر فإن إجاباتي لن تحفظ. تمام يا أعزائي الطلبة. تمام، وألقاكم بإذن الله تعالى في فيديوهات أخرى إذ كان هنالك داعي، وإلى اللقاء. كان معكم المهندس عمر العدوان من كلية الهندسة في الجامعة الأردنية.